الأخوات والإخوة، الأهل والضيوف الكرام، باسمي وباسم الناصرة وبلديتها وأهلها أرحب بكم جميعا مشاركين في هذا القداس الذي يقيمه قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر على جبل القفزة في الناصرة. وباسمنا جميعا نرحب بحرارة بقداسته في حجيجه إلى الناصرة، عاصمة الجليل، بلد البشارة والمسيح الناصري، بلد التعايش والسلام، المدينة التي يتجاور فيها التوأمان، الكنيسة والمسجد، اللذان يجسدان متانة النسيج الاجتماعي والعيش المشترك. المدينة التي تعتبر موقعا هاما للتراث العالمي والإنساني. نرحب بزيارة قداسته إلى الأراضي المقدسة عموما، وطن الحضارات ومهد الديانات التي تجتمع على عبادة إله واحد. يستقبل أهل الناصرة عموما مسلمين ومسيحيين قداسة البابا بترحاب عربي أصيل، معتزين بانتمائهم لهذا البلد الطيب الذي يقف هذا اليوم في مركز اهتمام العالم بأسره. نعبر عن تطلعنا بأن تحمل هذه الزيارة إلى شعوب المنطقة والعالم رسالة سلام وعدل ومساواة، وأولا وقبل كل شيء إلى شعوب منطقتنا سلام يستند إلى الندية والتكافؤ وعلى أساس حل الدولتين. أن تحمل هذه الزيارة رسالة تدعو إلى الحوار بين الشعوب والقوميات والحضارات والثقافات والأديان، إلى المصالحة والتسامح وحق الشعوب بالحرية والأمن البشري والاقتصادي، نحو التخلص من الاستغلال والفقر والجوع والمعاناة. الناصرة بلد مفتوح أمام كل شعوب الأرض، وأهل الناصرة الطيبون يستقبلون زوارهم على الترحاب والسعة بضيافتهم العربية الأصيلة وبقلوب مفتوحة. لقد جئتم أهلا وطئتم سهلا يا قداسة البابا. الأخوات والإخوة، الأهل والضيوف الكرام، باسمي وباسم الناصرة وبلديتها وأهلها أرحب بكم جميعا مشاركين في هذا القداس الذي يقيمه قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر على جبل القفزة في الناصرة. وباسمنا جميعا نرحب بحرارة بقداسته في حجيجه إلى الناصرة، عاصمة الجليل، بلد البشارة والمسيح الناصري، بلد التعايش والسلام، المدينة التي يتجاور فيها التوأمان، الكنيسة والمسجد، اللذان يجسدان متانة النسيج الاجتماعي والعيش المشترك. المدينة التي تعتبر موقعا هاما للتراث العالمي والإنساني. نرحب بزيارة قداسته إلى الأراضي المقدسة عموما، وطن الحضارات ومهد الديانات التي تجتمع على عبادة إله واحد. يستقبل أهل الناصرة عموما مسلمين ومسيحيين قداسة البابا بترحاب عربي أصيل، معتزين بانتمائهم لهذا البلد الطيب الذي يقف هذا اليوم في مركز اهتمام العالم بأسره. نعبر عن تطلعنا بأن تحمل هذه الزيارة إلى شعوب المنطقة والعالم رسالة سلام وعدل ومساواة، وأولا وقبل كل شيء إلى شعوب منطقتنا سلام يستند إلى الندية والتكافؤ وعلى أساس حل الدولتين. أن تحمل هذه الزيارة رسالة تدعو إلى الحوار بين الشعوب والقوميات والحضارات والثقافات والأديان، إلى المصالحة والتسامح وحق الشعوب بالحرية والأمن البشري والاقتصادي، نحو التخلص من الاستغلال والفقر والجوع والمعاناة. الناصرة بلد مفتوح أمام كل شعوب الأرض، وأهل الناصرة الطيبون يستقبلون زوارهم على الترحاب والسعة
بضيافتهم العربية الأصيلة وبقلوب مفتوحة. لقد جئتم أهلا ووطئتم سهلا يا قداسة البابا.